قبل ما تجي مرتي. ليش أنا شو؟ أنا مالي مرتك؟ ما لي حق عليك؟ امبارح امبارح بس يا سعاد. بس يا سعيد أنت بتعرف ظرفي، يعني هو الإنسان لازم يساير الظرف. سعيد من حلب. سلم لي عليك. بتسلم عليكي أبابي بتسلم عليك مرتي هند. الله يسلمك ويسلمها. ايه سيد عصام، هلا نحن لامتى بدنا نضل هيك؟ قربت تفرج قربت. المشكلة انها دائرة شوي. ايه دائرة على الكل مو بس علينا. اخي سعيد اخوك؟ اخوك ما؟ لكن اسمع عصام، معك 3 اشهر لحتى تعلن زواجنا، واذا ما اعلنتوا انا رح اتصرف. لا شو 3 اشهر؟ قليل كتير، الظروف ما بتسمح يا سعيد. على كل حال بس تجي على حلب بنحكي بالموضوع. يلا تصبح على خير. وانت من اهله، الله معك. خير شو بسعيد؟ ما في شي روحي، عم نحكي عن الحسابات. على شو عم تتفرجي؟ فيلم عربي. شو اسمه؟ اسمه الزوجة الثانية. وحلو دخلة؟ ايه كثير حلو. دخيلهم هنن وهالافلام المعدة. اوف وليش معدة بقى؟ لأنه هالمواضيع صارت قديمة ومنسقة. يعني مين عاد تجوز على مرته بهالأيام؟ مين؟ قولي لي. ليش قلت رجالي بيعملوها؟ بيني وبينك رجال مالهم أمان. معك حق وببصم لك بالعشرة، بس مو كل رجال يا هنا. أبداً مو كلهم، لا تعممي أرجوكي. بعدين الجواز من مرة تانية بده رجال يحمل عن حقه حقيق، لأنه قرار الجواز ثاني مرة مو سهل أبدا، والله أهم من القرار السياسي. ومعلومك القرار السياسي بيأثر على الشعب كله، أما القرار تبع الجواز بيأثر على الإنسان نفسه أيا كان. إيه لك خيي ما تبله الإيدين، خرج جوزة. ليش شو صار؟ لما دريت مرته أنه متجوز عليها سلخته كيف مثل فراق الوالدين. سلخته كيف؟ ايه لسه بدها تحط له سم بقلب الاكل. سم بالاكل؟ وشو عرفت انت؟ لك شلون شو عرفني؟ شايفته 5 مرات بس ما كنت اشبع منه. دخيلك انت والافلام. الو اهلين. الحمد لله. ايه بعده هون لحظه. مين؟ أم سعيد. مين سعيد؟ لك سعيد من حلب، قبل شوي كنت عم تحكي معه شو نسيته؟ ايوه اي لا الواحد لا بتعرف اي 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 الو سعيد كيفك استاذ عصام؟ شلون احوالك؟ يا سيدي الله يخليك. اسمع استاذ عصام، انا اليوم مريت على زبون حارة الكلاسي وقال شو ما بيقدر يرصد الحساب قبل 3 شهور. لا شو 3 شهور؟ كتير هيك. عم يقول ظرفه ما بيسمح. بلا ظروف بلا بطيخ بسمير. وينك؟ على كل حال احكي معي على المحل بكره، مالي فاضي هلا، عم تابع الفيلم. اي الله معك، وانت من اهله، مع السلامة. شو بك عصام؟ حيرته للزلمة؟ مرة بتقول له 3 شهور كتير، ومرة بتقول له 3 شهور قليل. مرة بتقول له خلينا نراعي الظروف، ومرة بتقول له بلا ظروف بلا بطيخ. ايه والله خيلته حبيبتي، لانه كل مرة كنا عم نحكي عن زبون شكل. ايه ستي شو صار بالفيلم؟ سممته يا ترى؟ ايه من زمان حطت له سم بالشوربة. وما؟ هلا وقت الدعايات. ايه حبيبي شو بدك تتغدى بكرة؟ اي شيء مو مشكلة. اعمل لك شوربة عدس؟ لا لا ما بدي شوربة. شوربة قال اوعك. اوف وليش بقى؟ هيك شو ليش؟ يعني بقصد معدتي فارطة، ماشية شوي ما بتواتيني الشوربة. لكن شو اطبخ لك؟ ما في داعي تطبخي حبيبتي. لا تطبخي شي، انا بجيب معي اكل من السوق اضمن. قصدي احسن الواحد ما يتوسوس. بالعكس لا تتوسوس ولا على بالك، طالما فارطة معدتك معناها اكل البيت اضمن، على القليلة بتعرف شو حاطين بالاكل. ليش يا شو بدك تحطي بالاكل؟ بنجودو عم بيقولوا انه سوق الاردن صاير قوي كتير،
مين قال هالحكي؟ أيمن اللي عنده محل جملة براس السوق. بقى شو رأيك؟ بشو؟ أنه نفتح خط جديد مع الأردن؟ والله أنا ما عندي مانع، بس هالشغلة بدها سفرة لهنيك مشان ندرس السوق على أرض الواقع. هو بيني وبينك عم فكر أعمل لي مشوار لهنيك الأسبوع الجاي. وليش لحتى تسافر أنت؟ ليش ما بسافر أنا؟ لا عمي ما حذرت، أنت مالك أمان. لا يا تحسين، شو هالنغمة هاي؟ شو ما في ثقة بيناتنا؟ لا يروح فكرك لبعيد، أنا بقصد شي تاني. شو بتقصد بقى؟ يلي بقصده أنه لما فتحنا خط جديد محلة وبعتناك ترتب الشغل هنيك، رحت حضرتك تجوزت واحدة حلبية، ومو بعيدة هلا لما نبعتك على الأردن تطرق لك جوازة ثالثة. بس وينك عصام؟ طالما صايرة وصايرة، شو رأيك تتجوز لك واحدة من حمص؟ بصير عندك محطة بين الشام وحلب. لك وطي صوتك ليوم حدا يسمعك. ما حدا رح يسمعنا. قلي لشوف شلونك مع مرتك الجديدة؟ ما انتو بي الله على هالنهار. لك شو صاير لك اليوم تحسين؟ رح تخليني انت من لاني حكيت لك؟ لا لا تربحني جميني انه حكيت لي. يا سيدي ما حكيت لي، انا افرتك. العاب 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 خلصني. عابي وهي جهار وهي سي. تفضل. هند انا ما قلت لك لا تعملي شوربه. ايه حبيبي اذا ما بدك شوربه كول في اكله ثانيه. لا لا مو هذا القصد، ولو بسترجي بسترجي ما ذوق طبخك. اسكبي لي شويه شوربه. عصام حيرتني. ايش بدي اعمل يا هند؟ هفت نفسي على الشوربه، بعدين الاكل بشهي وبيفتح النفس. ومعدتك منيحه؟ معدتي ولا يهمك، مثل الحديد. عصام بتعرف وين كنت اليوم؟ لا والله، وين كنتي؟ كنت عند بنت خالتي شفيقه. ولا تاري لك هالسهيان جوزها متجوز عليها؟ متجوز عليها؟ شو هالحكي؟ يخرب بيته شو طلع قليل اصل. لقوا أدمانه حربوق وخبيث، صار له سنة متجوز عليها بالسر وما حدا حاسس عليه. العمى بقلبه، العمى شو انه نمس، العمى ما اخبسه. لك شو هالناس هاي؟ شو هالناس الإرادة؟ ودخلك شلون عرفت شفيقة؟ حست عليه، شفيقة مانا قليلة منوب. ما اختلفنا، بس شلون حسيت؟ عصام لا تقلي، المرأة قلبها دليلة، يعني قد ما حاول الرجال يلعبي ديله إلا ما ينكشف أمره بالنهاية. طبعا هذا مؤكد، مثل كل جريمة لابد ما تنكشف بالنهاية ويلتقط القاتل. بس ما قلتي لي هند، شلون حست شفيقة إنه جوزها متجوز عليها؟ ها بالأول صارت تشك بتصرفاته. مثل شو؟ يعني صار يرد على التليفونات كتير، ولما هي ترد يسكروا بوشها، ولما هو يرد يحكوا. شوفي الغلاصة شوفي. إيه وبعدين؟ بعدين صار يهندس حاله كتير، يعني صار يتطقم ويسبسل شعراته ويبخبخ هالعطر على الطالعة والنازلة، ويغني على المراية هو عم بيحلق، مع انه جوزة وشه ناشف لا بيغني ولا بيحكي. والإضافة لهالشي ما عاد حب القعدة بالبيت، وصار يجيب له هدايا لمرته على الطالعة والنازلة، شي بطعمة وبلا طعمة، شي بمناسبة وبلا مناسبة. والورد ما عاد فارق البيت، ويا من تراه فايت بشقفة زريعة أو طالع بباقة جاردينيا. ايه وبعدين؟ المهم ضلت وراه ضلت وراه لحتى لقطته، لقط اليد وشوف العين هو ومرته الجديدة. وين لقطته؟ ليش لقطته يعني؟ شو عملت؟ شو عملت؟ ولولت عليه ولولي، لمت عليه الجيران، عملت له فضيحة إلى أول ما لقاه. طبعا خرجوا خرجوا الله لقيمه، برافو عليها، ما أثرت أجدا هالمفيئة. ما أثرت أبدا هالشفيئة. ليش ما حط مي على الصفرة حبيبتي؟ تكرم عينك حبيبي. يلا يجب عدم المبالغة في اللبس والهندام وبخ الكالونيا. يجب عدم المبالغة في تقديم الزهور والهدايا دون مناسبة. يجب
الانتباه لموضوع التليفون. ألو، مرحبا حبيبتي سعاد. أهلين عصام. عيني اسمعيني منيح، الله يرضى عليكي، بدي أقول لك شغلة ولازم تنفذيها من اليوم ورايح. لا بقى ترني التليفون وتسكري بوش مرتي على الإطلاق، الله يخليكي، فهمتي؟ لكن شو أعمل؟ اسأل عنك يعني؟ لك لا، شو تسألي عني أنت التانية؟ كل ما هنالك أنه ما بدي يصير فيني مثل شفيقة. مين هي شفيقة؟ بنت خالة مرتي، السهيان جوزها متجوز عليها بالسر ونلقط بالجرم المشهود وانفضح فضيحة مطنطنة. يا سيدي بتصير بأحسن العائلات، انت ليش زعلان؟ لك روح قبال ما تلتقط انت التاني. هلأ ما قلت لي وقت اللي بدي اطلبك شو اعمل؟ محلولة روحي محلولة، ولا يهمك. اسمعي، انا رح اشتري موبايل موبايل خليوي يعني، سمعاني؟ ورح خليه بجيبتي على طول بحيث امتى ما رنيتي رح رد انا دغري. عم تستوعبي مني سعاد؟ عظيم عظيم جدا، كتير حلو، الله معك، مع السلامة حبيبتي. نعم طبعا بحبك، ليش اتجوزتك لك؟ ليك التاني. ايه الله معك، مع السلامة. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. شايفة ما احلى؟ شايفة شو نعوم وكربوج؟ هو صحيح صغير بس فعله كبير كتير. ها بس انت ما قلت لي انك رح تشتري خليوي، امتى اجت ببالك هالفكرة؟ بصراحة غرت من هالناس الفصاعين الصغار وولاد المسؤولين، كل واحد شاكل خليوي على خصره شكل، بعدين لقيته بيلزمني بشغلي حبيبتي. والأهم من هذا وذلك، أنا راي جاي على حلب مثل ما بتعرفي بخصوص الشغل طبعا، وأكيد بالك عم ينشغل علي، مو هيك؟ ايه، وخصوصي لما بتكون مسافر، أنا كتير بخاف من طريق حلب. شفتي شلون؟ فقلت لحالي يا ولد خطي مرتك، حرام اشتري له خليوي وتظ بالمصاري. الله طعمك انت، الله رازقك، الله واهبك، هيك صرت حاكي حالي يعني. بس من هلأ ورايح ما عاد ينشغل بالك علي أبدا، لأنه الخليوي رح يضل بجيبتي على طول وين ما رحت وحيث ما تفتلت، بحيث انك امتى ما رنيتي لي برد عليك دغري وشخصيا كمان. طيب وأنا امتى رح تشتري لي خليوي؟ ايه مبلا لكان، بس طولي بالك عليه شوي تاني روحي، لأنه في إشاعة أنهم رح يرخصوا ويمكن يوزعوهم بالبلاش ويشتغلوا بنظام البطاقة، هيك سمعان. يلا قولتك، ما في داعي للعجلة، على كل حال إذا لزمني بستعيره منك. وشلون بدك تستعيري بقى؟ يعني بركي إجاني مكالمات مهمة والخليوي كان معك. بسجلك ياهن حبيبي، لا تاكل هم. قديش في عنا جمعيات هالخميس أخي تحسين؟ حوالي 60,000. وفي سيولة بالدرج؟ ايه في، لا تأكل هم. يعطيكم العافية. أهلين مدام، الله يعافيكي. هذا أنت؟ أهلين وسهلين ومرحبتين، شو عم تعملي هون؟ كنت عم بفتل بالسوق، قلت لحالي بمرق شوي لعندك. يا أهلا وسهلا، تفضلي مدام، تفضلي ارتاحي. لا معلشي، بيان لي فتلة صغيرة بروح بعملها وبرجع. ماشي عصام؟ ماشي، خدي راحتك. لازمك مصاري شي؟ ايه والله تسلم لي عينك، بدي 10,000. ايه على عيوني وراسي، تسلمي. تفضلي. يسلموا هالايدين. ما ضيفناك شي مدام، تفضلي. معلش بس لارجع. الله معك. شو نصة عصام؟ انا نصة؟ هاي تالت مرة بهالاسبوع مدامتك بتمر على المحل. ايه وشو يعني؟ سلامة عرفك، لما المرأة بتتكرر زياراتها لمحل شغل جوزها معناتها شاكة بشي. شو هالحكي، معقولة تشك بشي؟ طيب ليش لتشك؟ ما بعرف، سأل حالك. يعطيكم العافية. سعاد فاجأت فيني مو هيك؟ أهلين وسهلين. أهلين مدام، أهلا وسهلا. شبك عصام؟ ليش هيك تأخذت؟ لا حبيبتي ما تاخذت ولا شيء، الحمد لله على السلامة، يا أهلا وسهلا فيكي. بس ليش ما خبرتيني إنك جاي؟ حبيت أعمل لك إياها مفاجأة. فعلا فاجأتيني للعظيم. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي مدام، تفضلي ارتاحي. لا شو ترتاح؟ لا يا عبي شو ما عليك يا عصام، ما بدك يعني ارتاح؟ ولك يا حبيبتي فهمي علي، مرتي هند هون بالسوق عم تتفتل وما بقى إلا توصل. إيه يعني شو بتريد مني إني أعمل؟
يعني من رأيي إنك تحملي حالك هلأ وتروحي على الأوتيل وهي تحسين بوصلك وأنا بحكي معك المساء. عجلي الله يخليك لا تما يصي هلأ بتوصل مرتي. شو يعني؟ ما رح شوفك اليوم؟ لكن بلا بلا رح تشوفيني بس تيسري هلأ. طيب ما بتكون ضيفوني قهوة؟ ولو تكرمي مدام. لا لا شو تكرمي مدام؟ ما في وقت للقهوة لا طلعوا لي شناني. طلع وصلت المدام. أنا مدام؟ لو هنيك طلع ولي هذا الحساب اللي كنت حاسبه. مدام هاي الألوان كلها عندك، شوفي اللون يلي بناسبك واختاري منه ونحن تحت أمرك. يعطيك العافية. أهلين هنودة الله يعافيكي. إن شاء الله توفقتي بالسوق حبيبتي. ماشي الحال. شوفي مدام في عنا صفة ألوان جديدة كمان إذا بتحبي تشوفيها. لا ما بدي شوف شيء، شايفته من هون أنا. يلا عصام ما بدك تروح على البيت؟ لوين؟ ما بدك تروح على البيت؟ ايه بلا لك ماشي معك فورا، ما أحلاني وقاعد هون، ما أحلاني. يلا بدك شيء تحسين؟ الله معك. السلام عليكم حبيبي. مع السلامة. أنا بالبيت ها. إن شاء الله. السلام عليك. الله يكون بعونك. بالبيت. مين هي السنكوحة اللي كانت مأنزعة عندك على الكرسي بالمحل؟ شايفة شايفة يخرب بيتها شو سنكوحة. ما اختلفنا بس ليش لا تقعد عندك على الكرسي؟ شفتي على الغلاظة؟ يعني قديش شفت غلاظ بحياتي؟ كتير. بس أغلظ من هيك زبونة لسه ما شفته لعيني رأيت. يخرب بيتها ما أغلظها. لأ ومن أول ما فاتت على المحل انصمدت وانجعصت على الكرسي. شو فاتحين نحنا؟ قهوة؟ كأنه فاتحين قهوة والله. إيه بس لازم تنبهوها، ما لازم تقعد على الكرسي مشان سمعت المحل. تخيل يعني تفوت زبونة تانية، شو بدها تقول؟ إيه طبعاً لكان ملاحظتك بمحلها برافو عليكي. أصلاً أنا عم فكر إلغي الكراسي كلها من المحل، بتفوت زبونة بتشتري ويلا الله معها مع سلامة. مو فاتحين مضافة خريوش نحنا؟ إيه أحسن بلا الكراسي. بلا الكراسي وأنت اللي قلتي بكرة بدي أحطهم كلهم على سقيفة. تفضلي حبيبتي تفضلي. إيه مدام سعاد وين بتحبي وصلك؟ على أقرب أوتيل. تعباني كتير، أنا كتير تعباني وبدي ارتاح. تكرم عينك، تفضلي. شرف. لك شبك عم تتلفت حواليك مثل اللي عامل له شي عاملة؟ لا لا ما في شي حبيبتي، بس عم شوف إذا حدا من القاعدين بيعرفني. لا أيو، وإذا في حدا بيعرفك يعني شو فيها؟ لا هو ما فيها شي، بس بخاف تتفسر قعدتي أنا وياكي تفسير غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو عرفاني إنك رح تتضايق وتتكهرب من جيتي كل هالقد ما كنت اجيت من حلب بنوب. لا حبيبتي لا أنا مالي متكهرب، بالعكس أنا مبسوط كتير من جيتك، بس يعني المفروض كنت تخبريني قبل بسلف يعني هيك لحتى رتب أموري. إيه ما صار شي، رتبها هلأ. هيا أنا عادت لك بالشام كم يوم. ماشي الحال. أصبح حليلة هاي قضيها أنت هون بالأوتيل، ومن بكرة على بكرة رح دورك على شقة فاضية بتضل الشقة أريح وأستر، يعني هيك منكنكن على بعضنا ومنشعر بالأمان أكتر. طيب يا أخي ليش متلبك أنت؟ استأجر لك شقة يومين زمان وصلى الله بارك، يعني محسومة المسألة. هلأ هذا اللي طلع معك؟ ليش أنت ما بتعرف شو وضع هالشقة يلي عم تتأجر باليوم واليومين؟ هو معك حق، معظم الشقة اللي عم تحكي عنها مشبوهة، بس ما في قدامك غير حل واحد. أسعفني فيه دخيلك، شو الحل بقى؟ لازم تستعير شقة من حدا بتعرفه. عال بس مين هذا الحدا يلي عنده شقة للعيرة وبعرفه؟ موجود. مين هو؟ أيمن. مين أيمن؟ أيمن اللي عنده محل براس السوق، عنده شقة فاضية، ومين منزلة من أصحاب السوق بعيره المفتاح. بس أنا علاقتي فيه سطحية كتير. ولا يهمك أنت، أنا بمون عليه بس بأجرتها طبعا، أنا ما بحب التعليقة. والله يا عصام ما بظن أيمن ياخد منها. لا 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 حبيبي لا، أنا ما بحب أرمي سئلتي على حدا منوب، بتروح لعنده وبتفهمه ياخد إجرة. ماشي الحال هلا امشي لنشوف شو الله بيخلق معنا، امشي لنشوف. الله يسامحك يا أستاذ عصام، ولك أنو سئلة هي؟ أنت بتمون على هالرقبة والبيت بيتك. الله يخلينا ياك يا سيد أيمن، بس ما علي شي، الصحبة لحال وإجرة الشقة لحال. لك حاجة تحكي بالإجرة بقى، والله خجلتني. فهم لي شريكك سيد تحسين، فهم لي إياه يلفها بقى وحاجة يرمينا بحجاره. معلش يا سيد أيمن، عصام هيك طبعه، سايره الله يرضى عليك هو بيكون رضيان. لا عمي، ما حذرت، أنتوا اللي خدوني على قد عقلي، ولك يفضح حريشكم، نحن أولاد سوق، أولاد مصلحة واحدة، ولسه بتحكوا بإجرة الشقة؟ إيه علي ما علي، إذا بدك هلأ بطوب لك ياها، قوم لقلك، قوم معي سيد عصام، قوم. لو بدي قوم؟
قوم معي على الطاوله ورجيك انه انا قد الكلمه اللي عم بحكيها. شرف معي يا سيدي. انت قد وقدود. شرف ارتاح سيدي. ما شرف الله يسلم الشقه لاصحابها. ويا سيدي احنا ما راح نخجلك، ما راح نخجلك عصام. هيك بدي اياك. شرف سيدي. وهي مفتاح الشقه يا سيدي. شكرا كثير، وثق تماما انه كل شيء بالشقه راح يضل على ما هو، ما راح نكركب شيء ابدا. ولك حبيبي البيت بيتك، كسر طبش كركب اعمل اللي بدك اياه، حدا عم يقول لك شيء؟ البيت بيتك ولو، شو عم تحكي انت؟ ايه حبيبتي امسكي للي، هي مفتاح الشقه وهي العنوان، ما بضيع حدا، سبقيني انت لهنيك وبعد ساعتين انا بلحقك. ايه عصام بس ما تاخر علي، بدي خلي لحالي. ها ولو يا سعاد، ليش بتسترجي تاخر حبيبتي؟ يلا الله يرضى عليكي، فوتي تضبي شنطتك يا عبي ما حاسب الاوتيل انا. يلا فوتي. كيف هيك فجأة طلعت معك الروحة على حلب؟ لا حبيبتي مو فجأة، أنا من امبارح عم خطط للطلعة بس ما صار مجال لخبرك. وإمتى ناوي تمشي؟ هلأ بعد ساعة. طيب إذا بدك تروح بسيارتك بروح معك بسلك على الطريق. لا لا لا، إيش السيارة؟ شو قليلة السواقة من هون لحلب؟ بطلع بالبولمان أريح. طيب والسيارة؟ حطها بالكراج. ليش تحطها بالكراج؟ بركي لزمتني. اوكي اوكي حبيبتي، اذا خلي السياره معك وانا باخذ تاكسي على الكراج. ولشو التاكسي؟ انا بوصلك على الكراج وبرجع. لا لا حبيبتي، شو الحكي هاد؟ يعني ليش اتعزي حالي؟ بعدين السواقه لبكي عليكي جنب الكراجات، زحمه ومحمه وعجق ومجق. لا لا ما فيها لبكي. يلا قوم جهز حالك وضب اغراضك. ايه يلا يلا هاي. ليش هيك عامل بحالك؟ شو عامل بحالي يعني؟ ليش هيك لابس؟ ليش شبه لبسي؟ ما تفرجت على حالك بالمراية؟ وليش لحتى أتفرج؟ لك يا حبيبي، القميص اللي لابسه مجعلك ومو مناسب للبنطلون. لك حتى شعراتك مو ممشطون. اي دخيلك انت التاني، شو رايح انا على حفلة كوكتيل؟ كل مشاوير يا على السوق يا على الورشات. ولو كان لازم تهتم بمظهرك أكثر من هيك. يلا فوت غير أوعيك. ليش كل هالقد منظري مكركب؟ ايه نعم طالع مثل العتالة. بس هيك منتأخر. خلص عصام هلا فوت غير وعيك احسن ما تتأخر. ماشي ماشي. دخيلك. هيك ها؟ يا سلام عليكي ما أحلاكي. لك يا جماعة ما في أحلى من الجواز الثاني بالعالم، مو أحسن من الحرام لا سمح الله. بعدين شو هالأجواء؟ شو الأجواء الرومانسية هاي؟ من شان تريح أعصابك روحي قوم. هلا قوم هيك أعمل لك دوش ولبس لك بيجامة. ليش لا؟ فكرة معقولة. حاكم بعد هالشنطة بدي حمام. وبالحمام رح دوش حالي، وبالحمام رح دوش حالي. وين الحمام؟ هون
هون الحمام. ماشي. أو بالحمام. هيك قالت لي. ما صدقني. مين عم تقلبها؟ شو بيعرفني؟ أو مفتاح. مرحبا. اهلا وسهلا. السيد ايمن موجود؟ لا والله يا حبيبي مو موجود. وينه؟ شو بعرفني وينه؟ بس هيك ما بيصير شيء. شو هذا اللي ما بيصير؟ صار لي 3 اشهر بدها تهدف على التليفون ولحد الان ما عم بيجتمع فيه. يا سيدي الا ما تجتمعوا شي يوم. شبرا شبرا لحظه شبرا يا اخ، ليش عم تسكر باب بوشي؟ لك عفوا يا حبيبي، بتريد شي انت؟ اذا ما خاب ظني اخوه للسيد ايمن. اي نعم اخوه. اصبح بلا امر عليك، تفعل الفاتوره انت وبعدين حاسبه. طيب ماشي الحال. قديش الفاتوره؟ الف وسبعمائة ليره. اوف، وليش كل هالقد؟ شو بيعرفني؟ روح اسال مؤسسه الهاتف. ماشي الحال، لحظه بس. مظبوط. يسلموا الايدين، تفضل. شكرا. لا تواخذنا على الازعاج. لا ولا يهمك. خاطر عمي. مع السلامة يا اخي. العمى شو الناس هي؟ هلا وقت فاتورة التليفون هلا؟ هذا اللي كان ناقصني. ايه روحي. ليلي ليش حليانة كثير اليوم؟ منو هذه ترى؟ أبصر. مرحبا. أهلين. سيد أيمن موجود برا؟ لا والله مو موجود. شو القصة معكم؟ هاي كمان نجي نسأل عنه بقول مو موجود مو موجود؟ شو عم بشحد مصريين؟ مش حادي أنا؟ والله عيب عليكم. شيء طول بالك يا أخي، ليش عم تعيط؟ فهمني شو الموضوع؟ أخي الموضوع باختصار انه انا صار لي شهر مصلح له البراد لايمن افندي ولهلا ما اعطاني حسابي. طيب اوكي، ما بدنا نسال عياته عصبيه، تكرم عينك، هلا بس يجي بقول له. لا عمي ما حذرت، يا بتدفعوا لي حسابي هلا يا اما بدي فوت موتور البراد اللي ركبته وامشي. بس ايمن مو هون. اصبح خد لي طريق حتى فوت فك الموتور وامشي. ها هيك لكان. هيك وسكتين هيك كمان. لك يا اخي شو عرفني انه انت مصلح البراد؟ شي اسمعوا على الحكي، اسمعوا كل الجيران بيعرفوا انه انا اللي ركبت له الموتور. دق لك عليهم باب حتى يشهدوا لك بهالشيء. لا 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 هي 1500 ليرة معوضين. الله معك. عبا مصارينا صاروا صدق علينا. لك شو هالشغلة هاي؟ لسه واحد رايح واحد جاي. معلش حبيبي طول بالك. لا مو مسألة طول بالك، المسألة اني اشتقت لك كتير وبدي اقعد كن انا وياكي، الوقت عم يمرق على حسابي الشخصي. لا وكل ما بمهد معك بيقاطعوني. ألو نعم. أهلين حبيبتي. الحمد لله تمام. إيه طبعاً طبعاً لساتني بالبولمان. وين صرنا؟ صرنا تقريباً قبل حمص بشوي. لا 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 ولا يهمك. هلأ بعد شوي في استراحة. إيه مرتاح كتير. نعم؟ عم تسمعي أصوات؟ طبعا حبيبتي بدك تسمعي لانه شوفير مشغل المسجله. ايه لا ولا يهمك كل شيء تمام ومن احسنه الله وكيلك. اهلين حبيبتي. ايه ما في مانع الله معك.
مع السلامة روحي. شو هادية؟ بدها تطمن عليك ساعة بساعة بس مباشر على الهواء؟ لك ايش بدنا نساوي؟ هيك النسوان. قال يعني انت مو نسوان. هلا انت جبت الخلياوي من شاني ولا من شانا؟ حبيبتي ما في داعي تتحسسي، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ خلينا بحالنا هلا. معك حق، بدون ما تتعكر قعدتنا، حط لك قطعة بيتي فور؟ اي والله حبيبتي، حطي لي كم قطعة على ذوقك. على عيني. تفضل. يسلم هديات. لا حول ولا قوة الا بالله على القصة. شو هذا كمان؟ هلا هيك رح نقضيها؟ افتح انا عنا. لا لا امسكي امسكي، انا بفتح، انا افتح عنا. مرحبا. اهلا وسهلا. انا اسف كثير للازعاج. لا لا معلش، تفضل امور. الاستاذ ايمن موجود؟ لا والله مو موجود. خير، في شيء؟ انا ابو يمان، رئيس لجنة البناية. اهلا وسهلا، تشرفنا. الاستاذ ايمن موجود؟ لا والله مو موجود. خير يا اخي، في شيء كمان؟ حضرتك اخوه؟ لا والله ابن خالته. والنعم، بس انا حبيت بلغه انه باجتماع لجنة البناية قررنا انه نقطع الكهرباء عن كل المتخلفين عن دفع الاشتراكات الشهرية. مو غلط، قطعوها. قرار حكيم كتير، واكيد ابن خالتي ايمن رح يوافقكم عليه. عال كتير، ونحن رح ننفذ هالاجراء اعتبارا من اليوم. ليش لا حبيبي، ليش لا، حقكم. لحتى المطيلسين عن الدفع يتحسوسوا ويزوقوا على دمهم ويدفعوا. حلو كتير، وانا حبيت بلغكم حتى ما تتفاجئوا، لانه انا رح ابعت الناطور لحتى يسحب البيشون من ساعتكم. ساعتنا نحن؟ ايه طبعا، لانه الاستاذ ايمن متراكم عليه اكثر من 4 شهور، يعني في دورتين لسه لهلا ما دفعوا. عفوا، بس انا حاليا ما بقدر اقعد بلا كهرباء يا حبيبي. هذا قرار اللجنه مو قراري، واتخذناه بالاجماع. طيب عفوا، يعني ما بيتاجل هالقرار التاريخي لبكره بس؟ لا 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 لا, لا ابدا، يا الدفع فورا يا سحب البيشون. طيب لحظة لحظة، أنا أجيب لك المبلغ. تفضل، هاي 1200. يسلموا هالإيدين. الله يسلمك. هلأ ببعت لك الوصول مع الناطور. لا 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 معلش معلش، دخيلك لا تبعت حدا، بوس ايدك حبيبي. انت الله معك. فاتورة الكهرباء. رد انا؟ لا لا، شو تردي انت؟ شو فيها؟ شلون شو فيها؟ شو جاب الموبايل بين ايديكي؟ الو، اهلا حبيبتي، اهلا وسهلا. نعم يا ستي، نحن هلا بالاستراحه. ايه عم اكل سندويشه جبنه مشلله مع كاسه شاي. نعم الاستراحه. ما بها شيء ظريف كتير. شو حطولنا بالباص يا ستي؟ حطولنا فيلم رجل وامرأة. اي ما حبينا حطولنا التايتانيك. اي سبيشال ريكويست. بس لسه ما خلص، ها هلا بدنا نكفيه. اي روحي، بدك شيء؟ بحكي معك بس نوصل على حلب. وهو كذلك. الله معك عيني، الله معك، مع السلامة. شو عصام؟ شايفة رح تخليني اندم لأني نزلت من حلب. ليش حبيبتي؟ ليش؟ لك شو ليش؟ رح نقضيها بين التليفون وبين الباب. شايفة شايفة؟ بس ما بيطلع بإيدي شي. لا سيدي، بيطلع بإيدك. سكر لي زر هالموبايل بقى. ما بقدر يا عيني، ما بقدر. بعدين هنت بتقلي ليش سكرته؟ قولي يا علينا، شو القصة اليوم؟ شو آخد شربة جرس الباب؟ عن إذنك. إذنك معك. ما
مرحبا استاذ. انت الناطور مو هيك؟ نعم استاذ انا الناطور وهي الوصولات. انا ما قلت له لا يبعث لي الوصولات مع حدا. ما بعرف. لا 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 لازمك شيء استاذ؟ لا حبيبي يسلموا. خلي الوصولات معك وبس يجي ايمن تبقى بتعطيه هو. منيح هيك؟ عفوا استاذ. انا كان لي مع الاستاذ ايمن 350 مره. جبت له 3 كيلو خبز و 3 كيلو فواكه و 3000 ومعجون جلي و... اوكي 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 تفضل. هاي 350 ليره تفضل. ها الله معك. يسلم يسلم. مع السلامه. شو حبيبي عصام فكرت بالموضوع ولا لسه؟ أنا موضوع؟ شو أني موضوع؟ موضوع إعلان زواجنا. لك يا حبيبتي تأكدي إنه الوضع ما رح يضل هيك لأنه أنا ما بسخف فيكي. بس معلش بدك تصبري شوي. قديش هالشوي يعني؟ معلش يا سعاد خليها للظروف. يعني ما بقدر أوعدك بشي هلأ. مثل ما بدك. وأنا كمان ما رح أضغط عليك من اليوم ورايح. بس بدي إياك ما تنسالي هذا الموضوع لأنه بتعرف قديش مهم بالنسبة إلي. إيه ها؟ شفتي هيك ما أحلاكي؟ هلأ عرفت إني حلوة؟ طول عمري عم شوفك حلوة. ومو بس حلوة، أحلى وحدة بالعالم كله. لا مو أحلى وحدة، في كلوديا شفار أحلى مني. افشرت عينها. شو هي كلوديا شفار؟ ولك ما بتطلع نقطة ببحرك. أمنت بي الله على هالنهار. ولك شو الحظ اللي إلي؟ يخرب بيته شو مسخب تصغين. منو هاد كمان؟ عدم المؤاخذة أنا أبو كامل جاركم اللي فوق. لك أهلا وسهلا والسبع تنعام. حصلت لنا البركة، شرفنا بمعرفتك. أمور أخي؟ أكيد أخوك السيد أيمن هون. لا والله وأنت اللي قلت مو هون. وأكيد حضرتك أخو اللي كان بدبي مو هيك؟ مظبوط. أنا لك هذا أخي العينك أخي إنه إنه في فاتورة دفعنا لها إياها الشهر الماضي ولعلها ما سمعت فيه لحد يحاسبني فيها. معليش أخي معليش مو مشكلة، هو جاي بكرة وهو بيدفع لك إياها. حبيبي إذا ما بيصير سألي أنا مضطر على المصاري اليوم. بعدين الشغلة مو محرزة كلها 800 ورقة. لك ما اختلفنا يا حبيبي، بس الشغلة بينك وبين أيمن. أنا شو إلي علاقة؟ شو إلي علاقة؟ لك يا أخي إذا أخوه ما له علاقة لك عمين إلي له علاقة؟ بعدين يا أخي إذا ما معكم مصاري تدفع فواتير الكوي ليش متكوا وتخلوا غيركم يدفعكم إياها؟ لك عيب هيك ما بصير. عيب يا أخي عيب. لك طول بالك يا أخي طول بالك شوي، يخرب عقلك. ليش انبحتت هالبحتين؟ انبحت صار لي شهر طالع نازل على هون وما هون، وهلا راح وهلا اجى. بعدين الله يتم عليك، هلا انت واصل من دبي، معقوله ما يكون معك 800 ورقه تدفعهم عن اخوك؟ لك شو هالاخوه؟ لك هلا انت شو بدك بهالشغله هي؟ حبيبي لا ترفع صوتك علي، انا بدي مصاري وبهاللحظه، والا قسما عظما بعمل طنطوشه لاول ما لاخره، انت لسا ما بتعرفني ها؟ ما بتعرفني منو؟ لك خلاص يا حبيبي خلاص، ما بدها تشهد مساله. روّق دمك وهدي اعصابك تفضل. ها وهي 800 ليره تفضل. هيك ها الله يعوض عليك. عليك صحيح تذكرت ابو حمد السمان له حساب عندكم بشي 1050 ورقه ادفع لكم اياها. لا 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 حبيبي لا تدفع شيء، كتر خيرك ان شاء الله لا تدفع شيء. مثل ما بتريد. الله معك. ساعة اللي استعرت فيها هالبيت من هالشخص لعما ما أحمرني كانت باقي ومحولة. سعاد فوتي طب أغراضك لأنه هالبيت ما عاد ينقعد فيه أبدا. وين بدنا نروح؟ رح رجعك على الأوتيل ولا قلك سبقيني أنت على حلب وأنا ببقى بلحقك. ألو نعم. أهلين أهلين حبيبتي. لا لا صرت بحلب هلا بحلب انا. ايه بالكراجات. اوكي اوكي روحي بحكي معي بعد ساعه بحكي معك. ايه روحي ايه لا ولا يهمك الله معك. نعم امر. مرحبا استاذ انا بياع الحليب. يسلموا دياتك.
ما بدنا حليب. مو جايبي حليب انا استاذ، انا جاي اخذ حسابي من السيد ايمن. ولخ تضرب هذيك الساعه يلي شفت فيها وشه للسيد ايمن، فهمت ولا ما فهمت؟ وتضرب الساعه اللي اخذت فيها منها مفتاح البيت كمان، كانت ساعه حمراء لمني، لا شك في ذلك على الاطلاق. ولا تحلوا عني بقى، حلوا. عصام ما بزل عليك بحرف، العمل هالدرجة وأكتر. قال ما بده ياخد إجراء، قال لك يخرب بيته، هجموا علي مثل الجراد، واحد رايح وواحد جاي. بتصدق إني دفعت أكتر من 6000 ليرة بهالساعتين زمان؟ لا 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 يا عيب الشوم عليه، وانت شو عملت؟ لك شو بدي أعمل يعني، وصلت سعاد على كراج البولمان وسفرت على حلب ورجعت أنا نمت بالأوتيل. لا 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 على الشغلة. طيب انت ليش ما رجعت نمت ببيتك؟ شلون بدي أرجع نام بالبيت وأنا قايلة لمرتي إني بحلب؟ اي والله مزبوط، بس تعرف عصام لازم ما تسكت له الايمن، ما تسكت له ابدا. طبعا ما راح اسكت، هلا رايح لعنده على المحل واعمل له فيلم مرتب. لك شو مفكرنا اولاد صغار قدامه؟ الو الو نعم، اهلين هنوده. اهلا وسهلا حبيبتي، تمام ماشي الحال. انا وين؟ بحلب روحي. وين بدي اكون يعني لك؟ اي بالسوق طبعا. لا 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 ما رح طول، اليوم المساء نازل على الشام. شو جيب لك معي؟ نعم؟ صابون وزعتر؟ ايه على عيني وراسي ألف غرض مثل الغرض. ايه ماشي روحي، تسلمي لقلبي، الله معك، مع السلامة. بتعرف لك شي واحد هون ببيع زعتر حلبي وصابون غار؟ ايه في واحد جوا بالبزورية. دخيل عينك، بعت لي هذا صغير بلال، بعت لي اياه حتى يشتري لي كم كيس زعتر حلبي وكم كيلو صابون غار وشي 3/4 اكياس تفريك. تكرم عينك، وين رايح هلا انت؟ لوين يعني؟ لعند السيد ايمن، في حساب عسير بيني وبينه. حلو كتير، بس ترجع بتلاقي اغراضك جاهزه، الله معك. ماشي الحال، مع السلامه. مرحبا. اهلين استاذ. وين معلمك سيد ايمن؟ لسه ما اجا. واي ساعه بشرف على الشغل؟ ما بعرف. يعني رح يجي اليوم ولا لا؟ كمان ما بعرف. شو بتعرف لك؟ بتحب له شيء بس ليجي؟ لا لا تقول له شيء، انا بس شوفه بقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد ايمن موجود والله؟ كمان انت لك مصاري عليه للسيد ايمن؟ ولك تضرب هذيك الساعه اللي شفت فيها وشه للسيد ايمن، وتضرب الساعه اللي اخذت منه فيها مفتاح البيت، ولك حلوا عني بقى،